تمام مظبوطين على الإرادة يا حسين. يلا قدامي يلا. يا لهوي رضا ايه بتجيب هنا؟ شفيق 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 ايه 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 امشي يلا حركوا بسرعة يلا يا زينات. تمم لي يلا على الناس دي بسرعة. حاضر يا فندم. شوفوا بقى هنا مش زي بره، والسجن ما هوش طابونه ولا تكيه. السجن هنا له نظام وكله بمعاد، الاكل النوم التريض كله بمعاد، وساعه التمام ارمي الابره ترن. حتى انكم في الايراد 11 يوم ومنه على التحقيقات. وخدوا بالكم هنا مفيش حاجه بتتاخد بالدراع. هتبقوا كويسين هنشيلكوا فوق راسنا وحقوقكم محفوظ، هتتعوجوا هتتقدروا. استلمي يا حبيبتي يلا خش وانت وراها يلا واللي وراها. استلمي يا ساميه. هاتي يا حسين. مجد احمد صالح. ايوه. رضا بيومي محمد. سلمى عباس. منال احمد علي. سيدة عبد الرازق. يلا يا وز خديهم على جوه كل واحدة تشوف لها فرشة. يلا قدامي. خش. كل واحدة تشوف لها فرشة تنام عليها أو تقعد عليها. النهارده يا بت؟ لا خفيف لسه اليوم ما خلصش. محسوبه مصلحه مضمونه ده لو ما جبرتش معاكي، بس بشرط بتسعيره اخر الليل. ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. احبك يا مؤمن. بقول لك ايه؟ استنظرك بعد ساعه من دلوقتي في البيت. ايه ماشي ولا ايه؟ بس ما تعوقش الا الليل يروح عليا وهو راخ. لو انت المصالح معاكي ايه؟ مقطعه بعضها قوي. منشيه 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 يا برد. منشيه يا استاذ. منشيه يا استاذه. منشيه يا ابله. منشيه منشيه منشيه. يا
دول ما جوش نص تسعيرة الليل ولا حتى حق التوصيل لحد هنا. كل ما رغوت على قد دمه يا اختي. بس انت كده مصص دمي بلاش. لا يا روح امك، انت مبصوصه خلق ولا تكونيش فاكره نفسك زي زمان يا بنت. يا بنت ده انت بقيت عامله زي قفه العظم اللي عماله تنغس في جته الواحد، والمصحف انا كنت خايف تموتي في ايدي وتجيبي لي مصيبه. احسن لك تسيبي الشغلانه دي وتشوفي لك شغلانه تانيه تاكلي منها عيش. تكنيله. السلام عليكم. عليكم السلام. بقاء ونعمة بالله. حضرتك قريبة المرحومة؟ اتفضلي. مش هتبطلي مشفيه الدماغ دي؟ يا طنط احنا كويسين صدقيني، متقلقيش. ما تخافيش، هباتي في حضن. انا عارفه صدقيني، بس احنا كويسين، متقلقيش. طب يا حبيبتي على راحتك، انا سايبه عمو لوحده، لازم ارجع له دلوقتي. هسيبك بقى تقولي الكلمتين اللي انت عايزه. شدي يا حبيبتي. الف سلامة. لو عوزتي حاجه كلميني. متقلقيش. مع السلامة. مع السلامة. شدي حبيبتي. لو احتجت اي حاجه كلميني صحيح، مفيش مشكله. يلا. لو عندك شغل تقدري تروحي. انت شغلك بيبتدي بالليل برضو؟ اصل احنا تعبنا قوي النهارده وخلاص بننام على روحنا. ما انا مش هسيبكم في ليله زي دي لوحدكم، انا عامله حسابي وجايبه حاجتي وابات معاكم ليلتي، ومن بكره الصبح تعملوا حسابكم وهتيجوا معايا شقتي الجديده، هتعجبكم جدا. لا احنا مش رايحين في اي حته. مش معقول يعني نسيب البيت اللي ريحه ماما فيه. صح، معاكم حق. خلاص يبقى انا اللي هجيب حاجتي واقعد معاكم هنا على طول، مفيش مشكله. لا في مشكله طبعا. مش هينفع يا دلال، مش هينفع. مش هينفع ليه يا اختي؟ ايه المانع يعني؟ اللي كان مانعني عنكم ماما الله يرحمها، دلوقتي مفيش أي سبب إن احنا نفترق تاني، مفيش سبب يخليني معيشة مع اخواتي وحاجة عليهم. في سبب.
انت بصراحة كده يا دلال احنا خايفين يعني يكون حد من عيلة خطيبي او خطيب نيلي يكون شافك في ليلة كده ومن الاخر يعني ما ينفعش فجأة كده نقول لهم احنا طلع لنا اخت، يعني كنا مخبينك فين ولا حتى مخبينك ليه؟ اتصرفوا اتصرفوا يا اختي، لو عايزين تتصرفوا هتتصرفوا. مش عايزين مش عايزين، هو بالعافية؟ لا مش بالعافية مش بالعافية، وانا كمان ما بصرفش عليكم بالعافية، انا ما دخلتكوش احسن جامعة بالعافية، انا ما لبستكوش احسن لبس بالعافية. معلش بقى يا دلال اللي احنا فيه ده عشان طلع علينا في المذاكرة لحد ما دخلنا الجامعة، وبعدين انت لو كنت في نص ذكائنا كنت كملتي تعليمك ودخلتي الجامعة زينا، ما كنتي سبتي المدرسة ووصلتي للي انت فيه ده. اللي انا فيه ده اللي انا فيه ده ما بقاش عاجبكم دلوقتي؟ هو انا سبت المدرسة عشان مين؟ مش عشان اصرف عليكم؟ عشان اطلعكم من العيشة الزفت اللي كنتوا فيها وتعيشوا عيشة نظيفة؟ مش عشان اخليكم بني ادمين؟ مش عشان اخلي ارسالكم دول يبصوا في خلقكم؟ اللي انا فيه ده هو اللي مخليني اتعرى عشان انتوا تتستروا وتلبسوا. محدش قالك تتعري علشان. ايوه يا ستي محدش قال لي، علشان كده انا مش هصرف عليكوا تاني، وبيوريني شطارتك وبيوريني ذكائك انت وهي، هيعمل لكم ايه؟ اصرفوا على نفسكم بقى، ادفعوا ايجار البيت ده وبيجهزي نفسك، انزلي من بكره دوري على شغل انت وهي، انا مش عايزه اشوف غيركوا تاني. كله يثبت على روحه.
كله يزرر الجاكيتة كويس. ويا الامانات هتستعصى علينا ولا ايه؟ بس يا ست انت. حاضر يا بيه. يلا اعملي همة. سيدة محمد جمال، خلود فؤاد حنفي، حورية محمد علي، أفندي زينة محمد عبد السلام، فرح محمد عبد السلام، سوسن هاني رمضان، فتحية محمد فرغلي، زينة محمد فرج، فؤاد سيد إبراهيم، أشجان فؤاد حنفي، منى فرغلي، جيهان إبراهيم. تعد صابعك وراهم. معلش يا بنتي انتوا علينا ربنا. يلا يا بنت انت وهي بسرعه. يلا يا رضا استلمي المستجدات. السلام عليكم. ابو احسان شروق محمد. دلال فاكريني؟ ازيك يا ماما؟ عيشة ابراهيم. دلال مروه حسين. يوه دلال وش جابر؟ ده انا قلت عمرك ما هتيجي هنا تاني بعد اللي عملتيه في نفسك اولاني. عليا صالح. واللي تبقى خليتها انصاف يا اختي ما تجيش هنا تاني. معلش كله اسمه نصف. دلال حلمي عبد النبي. معلش يا بنتي امرك استلمي يا وزن. قدامي يا بنت انتوا ايه؟ مدوا يلا كل واحده شوف لها فرشه تنام عليها. بقول لك ايه؟ ايه؟ الباكيه دي اخبارها ايه؟ لو مش فاضيه افضها لك. كام؟ باربع خراطيس سجاير. اعتبريهم عندك في الامانات. ماشي. قومي يا ولاد. قومي يلا نام في حته تانيه. خلاص. اتفضلي يا ست البنات. شكرا يا حبيبتي. العفو. بيغيري لنا الملايات دي. حاضر عينيا الاثنين. والنبي كوبايه شاي بس كده ثواني ويكونوا عندي حبيبتي. لون ازرق ما لحقناش نفرح يا اختي. هو في ايه؟ هتعددي يا اختي؟ اطلعي فوق. الدنيا ثبتت ان المتعوس متعوس حتى لو حطوا فوق راسه فانوس. حمديه. نعم. رضا مستجده. مستجده تاني؟ شوفي لها حته تنام فيها. طب افرشي على جنب على ما يجي لك الدور في سريرك. فين يا ستي؟ هناك. شوفي لك اي حته واقعدي فيها. يلا. لحسن دي ولعت في بنت اصحاب البيت اللي كانت بتشتغل فيه. دي شكلها غلاويه ورقها سم. ربنا يستر. ما تحملوش هم. اللي بتدخل هنا بتبقى بخت سمها بره وخلاص. ما بيبقاش منه غير مرارته في الحلق. اسالوني انا يا اختي. يوم ما استلمت انت الشغلانه كان كل فين وفين لما يدخلوا لي مستجد. دلوقتي القتالين بقى اكتر من نشالين.
تقوليش يا اختي الناس ما بقاش عندهم صبر، مع ان الصبر مفتاح الفارق. ايه زمان بقى يا ام احسان ما عادش الصبر بقى اخره والفرج يا اختي غير الكلام. طب يا اختي يا بتاعتش الكوالين ربنا يرحمنا. يلا يا بيت. سلام يا بتاعت الكوالين. يا جماعة اسمعوني، كهرباء قطع النهاردة ومفيش أجهزة شغالة. لا يا أختي مينفعش، أنا كده أموت. اللي مش عاجبه يغسل في الخاص. وإحنا لو نعرف نغسل في الخاص كنت جيت لك. أنت مينفعش مينفعش. فقير هيموت هنا في البلد. اغسل في الخاص. لا تقولي لي تسعيرة آخر الليل ولا نص النهار. طب بذمتك ده مش أبرك من الفلوس. على الأقل عشرة ترمي بيها العظمتين اللي باقيين لك. بدل ما انت عماله تاخدي فلوس وتطيريها في الهوا. مالك يا بت؟ انا مش فاكر ان انا قلت المطعم ده يديني سد الحنك. مش عاوزك تاكل على مهلك يعني. طب ده انت النوع اللي فاتت كان ناقص تاكل الدراع. مالك يا بت؟ مالك يا بت؟ تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ ايه يا باشا؟ تعمل ايه؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ يا باشا فيها يا باشا فيها يا باشا. على فكرة عندي خبر هيفرحك جدا. في جمعية خيرية اتبرعت بجهاز غسيل كلى موجود هنا في المستشفى. صحيح مدام يا دكتور؟ جهاز بجد اللي بنغسل بيه بره؟ ايوه زينات بجد يعني، امال لعبة؟ والله العظيم انت بنت حلال يا بنت يا زينات انت. يعني خلاص مش هخرج بره السجن اغسل بره؟ مش تخرج بره السجن، هتغسلي هنا على طول. انا بس انا عايز اعرف انت فوتي كام مرة المفروض تغسلي فيهم؟ ما انا فاكره يا دكتور يمكن مرتين ولا ثلاثه. خير ان شاء الله. انا دلوقتي حاجه طلب الاداره اخليكي بقى تكملي بقيت علاجك هنا في المستشفى وتطلعي من هنا على التحقيقات على طول وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. انا عايزك تجهزيها كويس وتطلعيها على الغسيل. ربنا يسعدك ويهنيك. انا دلوقتي همشي عشان اسهل لك بقيه الاجراءات. ان شاء الله هتغسلي وتبقي فل يا حبيبتي يا رب. ان شاء الله يا حبيبتي ما تزعليش ولا تعيطي. الف سلامه يا زينات. الف سلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. سلامتك يا زينات يا سنت البنات كلها. تبقي زي الفل ان شاء الله حبيبتي. الف سلامه عليك يا زينات. يبقى حلوه وانا ينفع اشرب سيجاره. Thank you.
الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.